مرحبا بكم في بودكاست هنا الجزائر، وسنتحدث في عدد اليوم عن غجر الجزائر. بنو عداس أو بنو هجرس أو العمريون أو الجواطنة أو الجيطانو، تعددت الأسماء والمسمى واحد، إنهم غجروا الجزائر. وهل يوجد في الجزائر غجر؟ نعم، يوجد غجر في الجزائر، وعددهم مقدر بحوالي 1,000,000 غجرية. يعيشون على هامش التجمعات الحضرية وحواشي المدن الساحلية، يحيون حياة الترحال في البادية وفي السهوب خاصة، وحتى في مناطق الجنوب الجزائرية. إذا عدنا إلى تاريخ الغجر، نجد أن أصولهم حسب مصادر تاريخية تعود إلى ما قبل 3,000 سنة. بدأوا بالهجرة حوالي 1,000 قبل الميلاد، وكان سبب هجرتهم من الهند نحو الغرب هي الغزوات البربرية أنذاك. لجأوا إلى أوروبا الشرقية ووصلوا إلى الشمال الإفريقي، مروراً بالشرق الأوسط فتونس ثم الجزائر وحتى المغرب الأقصى. من بين أشهر القبائل الغجرية المعروفة في الجزائر بني هجرس وبني عداس والعمريين في منطقة الحاسب ضواحي سطيف، كما يوجدون في مناطق أخرى في ولايات من الشرق والغرب مثل ولاية وهران، تيارت وسعيدة، وحتى بالجنوب الجزائرية. من يتفرس في وجوه بعض غجر الجزائر يدرك جيداً بوجود تشابه مع غجر أوروبا الشرقية، فالمرأة مثلاً قد تكون بلون قمحي وشعر أشقر وعينين خضروين، فهو جمال متمرد طافح بالأنوثة والتمرد والعنفوان. هذا الشبه يؤكد رجوعهم إلى عرق واحد تفرق على جغرافيا العالم. على حواف المدن يعيشون في أكواخ من القصدير، يدخلون إلى المدن لممارسة التسول والسرقة، وتمارس النساء بألبستهن المزركشة ووجوههن التي شاهها الوشم كل أشكال الشعوذة والسحر وقراءة الطالع، ويعرفن بالجزانات. وحيثما سرنا تغلق النساء الأبواب ويحذرن الأولاد من فتحها، لأن دخول غجرية يعني ذلك التعرض إلى السرقة أو العنف ربما. هكذا عاشوا وما زالوا يعيشون كغرباء، رغم أنهم استوطنوا هذه الأرض لأجيال متعاقبة. يعيش الغجر متفرقين على عدة مناطق متباعدة من الجزائر، يتواصلون فيما بينهم ويعرفون الأماكن التي يقيم فيها أقرباء لهم في الولايات الأخرى، يجتمعون في أماكن الرعي ويفترقون للحاجة نفسها بإيجاد مناطق أخرى. الغجر في الجزائر لا يملكون عقارات ولا منازل، لأنهم لا يتعاملون بالوثائق الإدارية، فمساكنهم الخيام وطريقتهم في العيش هي الترحال الدائم. يعتمدون أيضاً على الرعي وتربية المواشي،
وبعضهم يمتلك رؤوساً كبيرة من الماشية. يستأجرون أماكن الكلاء والماء، وحين تنفد مصادر الأعلاف يرحلون مجدداً قاطعين مئات الكيلومترات سيراً على الأقدام مع عائلاتهم. من الطقوس المعروفة أيضاً لدى بني عداس غرابة دفن موتاهم والمشاكل العديدة التي يلاقونها خلال العملية. يجدون صعوبة كبيرة في إخراج موتاهم من المستشفى ونقلهم إلى مناطقهم البعيدة حيث يسكنون ليتم دفنهم، وذلك بسبب عدم امتلاكهم لوثائق الهوية كشهادة الميلاد وبطاقات التعريف والدفتر العائلي والدفاتر الصحية، حيث ترفض المستشفيات تسليمهم جثث ذويهم إلا بتقديم وثائق لاستكمال الإجراءات. هذه الصعوبات تجعلهم يتركون موتاهم أمام المسجد ويرحلون بلا رجعة، دون تشييع جنائز ولا حتى الوقوف على الدفنة ولا توديع الراحلين. ومهما قيل عن غجر الجزائر إلا أن كثيراً من الأشياء عنهم تلامس الخيال، خاصة فيما يخص أصلهم وتاريخهم وعاداتهم وطقوسهم وعلاقاتهم بالسحر والشعوذة، وكذلك حبهم للتيه وعدم الاستقرار في غياب دراسة ميدانية حقيقية لهذه الفئة من المجتمع الجزائري.